التطبيقات الكتابية أنجز على دفتري. أولا أحول الفعل بحسب الضمائر: رسم، أنا رسمت، أنت رسمت، أنت رسمت، هو رسم، هي رسمت. ثانيا أكمل تحويل الفقرة: شاركت مريم في مسابقة تحدي القراءة، حصلت على المرتبة الأولى ففرحت وشعرت بالفخر والسعادة. شارك أحمد في مسابقة تحدي القراءة، حصل على المرتبة الأولى ففرح وشعر بالفخر والسعادة. ثالثا أكمل بما يناسب: في مدرستنا الساحة واسعة والحجرات مزينة والحديقة غناء والأستاذات مجدات والتلاميذ مهذبون. رابعا أحاكي الأسلوب الآتي: هكذا أريدك يا ولدي أن تكون عطوفا على الفقراء، هكذا أحبك يا بنيتي أن تكوني متعاونة مع صديقاتك. خامسا أكمل كل جملة بالكلمة المناسبة: الطابق، شقتنا في الطابق العلوي، الحلويات في الطبق، رافقت صديقي إلى المكتبة، رفقت بالضعيف.